لينا und ihre Familie. لينا وعائلتها. لينا lebt in einer Wohnung im zweiten Stock. تعيش لينا في شقة في الطابق الثاني. Die Wohnung وهي الشقة. Leben فعل معناه عاش يعيش. Im zweiten Stock يعني في الطابق الثاني. Der Stock وهو الطابق. Im ersten Stock في الطابق الأول. Im zweiten Stock في الطابق الثاني. Im dritten Stock في الطابق الثالث. Die Wohnung gehört ihrer Familie يعني المنزل في ملك عائلتها. الفعل gehören تستخدمه للتعبير أن شيئا ما في ملكية شخص ما. Sie wohnt dort mit ihren drei Schwestern. تعيش هناك مع أخواتها الثلاث. Die Schwestern وهم الإخوة البنات. Die Schwestern الإخوة البنات. Die Brüder الإخوة الأولاد. و Die Geschwister هم الإخوة بصفة عامة. حرف جر ميت دائما نستخدمه مع الداتيف. Und ihren Bruder وأخوها. Der Bruder وهو الأخ. وفي الجمع Die Brüder وهم الإخوة الأولاد. Ihre Mutter arbeitet als Buchhalterin. تعمل أمها كمحاسبة. Die Mutter وهي الأم. Die Buchhalterin وهي المحاسبة. Der Buchhalter وهو المحاسب. Und ihr Vater arbeitet in einer Bank. وأبوها يعمل في بنك. Die Bank وهو البنك. Lina arbeitet als Flugbegleiterin يعني لينا تعمل كمضيفة طيران. Die Flugbegleiterin وهي مضيفة طيران. Der Flugbegleiter وهو مضيف طيران. Ihre ältere Schwester يعني أختها الكبيرة. Studiert an der Universität يعني تدرس في الجامعة. Studieren فعل معناه درس يدرس. Die Universität وهي الجامعة. مع أونيفرسيتيت نستخدم حرف جر أن هنا بلوس داتيف. إيرو أندر شفيستر أختها الأخرى. زوخت نخ أينم جوب يعني تبحث عن وظيفة أو عن عمل. زوخ الناخ يعني بحث عن. حرف جر ناخ دائما يكون بلوس داتيف. لذلك عندنا أينم جوب في الداتيف. دير جوب. Weil sie momentan arbeitslos ist. لأنها حاليا عاطلة عن العمل. Momentan يعني حاليا. Arbeitslos تصف بها شخص ما عاطل عن العمل. Weil رابطة من الروابط في اللغة الألمانية تعني لأن عندما نستخدمها يكون الفعل في آخر الجملة. Ihr Bruder ist Mechaniker يعني أخوها ميكانيكي. Der Mechaniker وهو الميكانيكي. In der Wohnung gibt es drei Zimmer. في الشقة يوجد ثلاث غرف. In der Wohnung في الشقة حرف جر إن هنا بلوس داتيف. دي تصبح der في الداتيف. Es gibt يعني يوجد هناك نستخدمها بلوس أكوزاتيف. Das Zimmer يعني غرفة. Die Zimmer غرف تبقى نفسها في المفرد والجمع. Lina und ihre Schwestern teilen sich ein Zimmer. Lina وأخواتها يتشاركون غرفة. Sich teilen يعني تشارك يتشارك. Im anderen Schlafzimmer في غرفة النوم الأخرى. Das Schlafzimmer وهي غرفة النوم. Schlafen ihre Eltern يعني ينامون والديها أو أبويها. Die Eltern وهم الوالدان أو الأبوان. الفعل schlafen يعني نام ينام. Es gibt auch يوجد أيضا ein Wohnzimmer غرفة الجلوس. Das Wohnzimmer. Eine Küche يعني مطبخ. Die Küche وهو المطبخ. Ein Badezimmer حمام. Das Badezimmer هو الحمام. Und einen Balkon. وشرفة. Der Balkon
وهي الشرفة. Im Wohnzimmer sitzen die Familienmitglieder oft zusammen und reden. كثيراً ما يجلسون أفراد العائلة سوياً في غرفة الجلوس ويتحدثون. Im Wohnzimmer في غرفة الجلوس. Reden يعني تحدث يتحدث. Die Familienmitglieder وهم أفراد العائلة. Die Mitglieder يعني أفراد أو أعضاء. Oft يعني كثيراً. In der Küche kocht die Familie einfach Mahlzeiten. تطبخ العائلة في المطبخ وجبات بسيطة. Die Mahlzeiten وهي الوجبات. Einfach معناها في هذا السياق بسيطة. الفعل kochen يعني طبخ يطبخ. Das Badezimmer ist klein, aber sauber. الحمام صغير ولكنه نظيف. زوبا صفة معناها نظيف. Auf dem Balkon stehen einige Pflanzen. هناك بعض النباتات في الشرفة أو توجد موجودة بعض النباتات في الشرفة. الفعل stehen من بين معانيه عندما نصف شيئا ما أنه موضوع بشكل عمودي. لاحظوا الصورة، النباتات موضوعة بشكل عمودي، ولكن انتبهوا، موضوعة فقط، لا نحركها من مكانها، يعني لا توجد حركة، لا نقوم بتحريكها من مكان إلى مكان آخر. دي بفلانتسن وهي النباتات. لينا جيس دي بفلانتسن يدن تاك. تقوم لينا بسقي النباتات كل يوم. الفعل جيسن يعني سقى يسقي. Der Balkon ist ein schöner Ort zum Entspannen. الشرفة مكان جميل للاسترخاء. Das Entspannen وهو الاسترخاء. لينا trinkt gerne Tee auf dem Balkon. تحب لينا شرب الشاي في الشرفة. حرف جر auf نستخدمه مع الشرفة. Ich bin auf dem Balkon. أنا في الشرفة. Ich gehe auf den Balkon. أنا ذاهب إلى الشرفة. Der Tee وهو الشاي. Trinken يعني شرب يشرب. Sie hört die Vögel zwitschern يعني تسمع العصافير تزقزق. Die Vögel وهي العصافير. Zwitschern يعني زقزق يزقزق. الفعل hören يعني سمع يسمع. Abends schaut sie den Sonnenuntergang an. مساء تشاهد غروب الشمس. Der Sonnenuntergang وهو غروب الشمس. Anschauen يعني شاهد أو تأمل. Es ist ihr Lieblingsort in der Wohnung. إنه مكانها المفضل في الشقة. Der Lieblingsort وهو المكان المفضل.